احنا جينا بوجهة نظر بفكرة بنعترض بيها على مسح الجرافيتي اللي هو فن شارع اللي هو فن حيطان اللي هو اصلنا اصلا كان بيتكتب على الحيطان من ايام الفراعنه الجداريات والمسلات كل ده فن حيطان ما ينفعش ان احنا نيجي بعد ثوره عملناها نمسح جرافيتي صور شهداء شهداء الثوره اللي يعني حتى لا سيبها للتاريخ توصف الحاله في الوقت ده كانت عامله ازاي بيوصف بس وصف بشكل الشخص اللي كان بيمسح الحاجة كان عامل ازاي بس وصف ليه فار وبيمسح وفار بيتفرج عليه افكار جديده وحاجات زي يعني ما اعتقدش في حاجات زي الفات لان اللي بيرسم حاجه ما بيعرفش يرسمها تاني بس هو افكار جديده وكل شويه في افكار جديده وكل شويه هنرسم ومفيش توقف عن الرسم وانا مش هبطل الجرافيتي